ونتحول الآن إلى تونس، حيث أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي يوم أمس في العاصمة تونس. وقال بيان للتنظيم إن من أسماه أبا عبد الله التونسي فجر حزاما ناسفا في الحافلة. وقد أعلنت السلطات التونسية ارتفاع حصيلة القتلى إلى 13، بالإضافة إلى 20 جريحا بينهم 4 مدنيين. وأضافت أن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه بعد أن اقتحم مكان توقف الحافلة. من جهته أكد رئيس الحكومة التونسية لحبيب الصيد في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لخلية الأزمة أنه سيتم تطبيق قانون الإرهاب وقانون حظر التجوال بكل صرامة ابتداء من هذه الليلة. تطبيق حالة الطوارئ وتطبيق حظر التجول راه مش يتم تفعيله بكل صرامة، لأن مصلحة بلادنا في خطر. إذا ما نفهموا ألا راهو بلادنا في خطر، ما عادش تم مجال للتسامح. قالوا الإرهاب مش يتطبق بحذافير، القوانين كلها مش تطبق، حظر التجول مش يتطبق، ولذا يلزم المواطنين الكل يحسوا ألا راهو بلادنا في خطر، ويلزمنا نكونوا مع بعضنا واليد في اليد باش نجموا نواجهوا هالآفة.